بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بالساعة، يا اهلا وسهلا منورين. الصراحة ابى اشكركم الصراحة، لان السلسلة هاي كانت عليها دعم الصراحة مش طبيعي، مش طبيعي ابدا ابدا. وايد دعم كان جميل. الحين انا في طور اني ادور على لعبة، ابى 50 موتر، 50 كمبيوتر، ساعدوني بعد 50 فريم، كل شيء عندي زين. فنحن تقريبا بحثنا عن كل شيء في اللعبة. يعني انا الحين الشيء الوحيد اليوم براويكم البروجكت ان شاء الله. هذا البروجكت راح يكون بقنا على غاز والله يبانا زين. هالبروجكت راح يكون مش هذا، وين الكمبيوتر هذا هو. يلا بسم الله زين. البروجكت راح يكون في القادم ان شاء الله اني اغير مكان القاعدة واسوي فكرة جديدة براويكم انا الحين. بس خلينا نشوف قناع الغاز. فين قناع الغاز؟ قناع الغاز شي بالي بالي 10 نسيج. نسيج ها مطاط نسيج، هذا شي جديد علي. شو هذا نسيج؟ لحظة خلينا نشوف هني البيت. نسيج 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 نسيج. ايها الربع شوي مزجم هاليمين والله. كنت بسجل حلقة حسيت صوتي منتهي. انزين الحين اللي باقي لنا ايها الاصدقاء ان اراويكم هني. شوفوا هني سوينا كل شيء احنا بحثنا عنه. ما نقدر يقول لك الايرلي اكسس ما في. في 7 و8، 7 و8 قريت عن الموضوع. في طاقة نووية، قطار، وبعض امور راح تجي ان شاء الله سلسلة اللعبة، ان شاء الله راح تكون شيء خرافي. انزين هني في حد قال لي وجزاك الله الف خير، يقول لي خليل انت سويت اوفر كلوك بس ما رفعت الانتاج. صحيح كان لازم ارفعه من هني وما انتبهت انا، وكنت اقول اوه هذا ليش ما يسوي. بس شو يستوي انتاج البترول؟ يستوي شيء خرافي. شوفوا في شغلات هني حلوه. سويت محطه، مديت البترول، فات المحطه لين هناك، وفي سياره بس حق وناسه قاعد تودي وتجيب حديد من مكان قريب ما له داعي. ما له داعي ابدا 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 ابدا. خلينا نحط محطه كهرباء ثانيه وبراويكم. تشوفون البروجكت اللي فوق هناك بنسير هناك براويكم شو السالفه. طبعا طلعت الطيار النفاث انا، هذا ضعيف ولا متين؟ متين زين. خلينا نحط لكم محطات كهرباء جديده، لان اظني الانتاج على الكهرباء راح يكون فيه ضغط شويه عندنا. عندنا يوم سوينا فصلنا البترول هني، انفصلنا البترول هني، يتحطيت هذا مال الفاصل السبلتر، خليتي بترول هني. الحلو في محطات الكهرباء بشكل عام ما يصرفون نوع الاويل وايد يعني بشكل كبير. يعني شوفوا هذا نسبيا ترى ما يصرف وايد، فعليا ما يصرف لو تحسبونها على الانتاج اللي قاعد ينتج. هذا 50 ميجا واط ينتج، 50 ميجا واط وايد ترى. 50 مولد وقود. مولد موتورز ولا كيابل؟ سويت محطة كيابل موجودة. خلنا نسيب المصنع، نيب موتور ونبغى كيبل. صح قلنا كيبل. انا ما حطيت له سيستم تخزين اظني، ما ادري اذا حطيت له ولا لا، بس بصير عنده الحين عند الانتاج. بس يبالنا ناخذ 50 موتور سبير. بعد شو نبى؟ نبى فريم ثقيل عندنا 47. كمبيوتر هناك موجود عندنا كمبيوتر. نبى كيابل، بس كيابل انتجناه تحت صح؟ شوفوا الحين الفكرة اللي جاية والله شكله مكان القاعدة بتكون طر، نقدر نمتد لفوق هناك. شوفوه هناك فوق والله بيكون شيء وايد حلو نمتد لفوق من هني. بس ما بنصير ولا حزام ولا حزام. الفكرة ان السيارات اسوي مجموعة محطات خارجية حق حديد حق نحاس حق كل شيء، وانتج الاجنت ولا هو الحديد الصلب ولا اللي هو اللي اوريدي نذوبه، هي مسوي له مخزن نايس حق الكيبل. وشو نسوي؟ ونجيب سيارات تحت، وسيارات تجيب لنا
المنتج هذا ونبدأ نصنع دايركت هو خلاص، ما انا قاعد نسوي اي شيء نحن بحد ذاته ولا بنفسنا ما نسوي. زين خلينا نحط لنا بس اول شيء اللد وقود. هناك لاعب في الطريق. ايوه بالضبط على نفس المستوى. نجيب هذا لازم نشله، نحط لنا فاصل متحرك مات اللوجستية، فاصل متحرك تعال انت هني، تعال خلنا نشبك هاي نايس، حطينا فاصل متحرك هني. والله شكل نسيدة اعطاني اوكي مش سيدة بس ما يفرق وايد وياي اخس تقول لي بطلت الارض انا. لا اوكي نسيت مولد قود شفته بالعكس و وقعته هو يعني والله شوي عوي طف اشوف يجمع لنا بترول الحين يجمع اوكي يعني I think it will be fine. اتوقع انه بيكون اوكي. يبان ندق اوفر كلوك هذا تصدقون. حصلنا شيء اخضر. الحين عندنا طيار نفاذة مش نفس الاول. انزين انا بديت البروجكت بس شو قلت؟ انت بخليه مفاجأة احكم. بس المشكلة اللي واجهتها فعليا مش مشكلة ما عندي منشار اشيل الشجر لا. لكن فعليا المشكلة وين كانت؟ ان برد بعيد نفس البنى اللي بانن الحين يعني انا ما بسوي شيء جديد تعرفون اذا ما بسوي شيء جديد ليش اتعب عمري يعني بموت شكل تمام الحمد لله زين قلت شو بسوي برد ببني هني فوق الليبل هذا لحظة حد بيقول لي خليه الكل عبي طاقتك فل بعدين نتكلم عارف شوفوا نبغى نبني لين فوق شوفوا وين باني انا بس ما جبت وياي منشار المشكله ولكن بسوي لكم اياه دقايق ايوه هني اوضح نشوف طحت مشكلة البترول ما يوصل وايد ما في حيوانات هني نتضارب معها لا اوكي شوفوا ابى اسوي المصنع فوق جبل والسيارات كلها يون وين تحت ما في سيارات تكون عندي فوق يعني بس شو المشكلة اللي بواجهها واحدة منها الغاز اللي هني فاظن اذا سويت غاز ماسك طاف خلاص الحين ما بيفرق وايد او مد هاي من هنا بالطريقه هاي وخلاص هلا نطير فوق وننزل فوق فتخيلوا مصنعي يكون هني اوكي وكل شيء من تحت جاهز منتبهين معي ونقدر نمتد المصنع لفوق يمكن هذا يكون المكان اللي يتجمع فيه كل شيء من تحت سيارات تجيب تحت ممكن نجيب سيارات لفوق بس معانا معانا بتكون بس الحين اللي اباه فعليا اني اجيب محطات السيارات تحت بس من يجيبون القطار بيكون الوضع مختلف تماما الوضع ما راح يكون نفس الحين لان الحين الوضع شوي اكم عليه لان هني ممكن بعد شو اسوي الفكره الثانيه اسوي ممر طويل كنت افكر زين الحين اصلا تنزيل شوي معاناه هو الطريق هذا ما اعرف الفكره يمكن الغيها ترى بس الحين قاعد افكر معاكم لان هاي حاليا بتكون اخر حلقه انا ضيعت شو بتكون اخر حلقه
انزلها لين يسوون تحديث. انا اللعبة صراحة وايد عجبتني يعني. زين شوفوا بيكون هذا النهاية كثر كفاية لننزل لين هني. زين نقدر ننظف المكان من شير اي بالمنشار. هلا ننزله وياكم عشان تعطيكم الفكرة عدل. في وايد امور محتاجة مداخلاتكم شوية يعني. رايكم انتو شو تبون؟ لان انا انسان محتار حاليا. فاذا بسوي مصنع فوق ممكن اسوي وايد شغلات وايد امور يعني. كل السيارات ان تحت او ان السيارات تي فوق. المشكلة اذا سيارات يد فوق سهل ان يدعمون بعض السيو عندي مشاكل زحمة يعني عادي تفشل الخطة واخر شيء ينزل تحت. بس عشان نخلي الموضوع علمي هذا ليش نص براي عادي يعني. خلي الموضوع علمي ممكن نجرب يعني ما اعرف انا اشوف ممكن تجربة الشيء هذا خليه يطول شوي البناء هني بالطريقة هاي. بننزل الحين وصلنا الارض تقريبا. بس يبالي منشار والله وما عندي منشار. واحد يوم يبني لازم يجيب له منشار والله صراحة. شوف طفنا فوق الغاز. فكنت افكر ايه هني اوكي. شوفوا الحين اذا بنينا هذا نحن شو يستوي. الحلو اني اقدر انزل لتحت يعني اغطي المساحة كاملة بالدرج ما يقول لي ما انزل. هالشي الشجر هذا يشل عادي. زين مصنعنا الاولي والله انه حلو ترى. بس هذا طريق طويل لفوق يعني. لا تقولون بيكون شيء سهل. ما بيكون شيء سهل. شوفوا يا مصنعنا احلى. شوفوا ما هني تلوث الجميل. كيف تلوث جميل. انزين ممكن اسوي هني يمين وقفات سيارات ويسار وقفات سيارات. بس شو المشكلة اللي افكر فيها ان السيارات يبينون هم مش وايد ذكاء. اذا هي سيارة بروحها وتدعم ممكن انظف المنطقة اللي تحته اسوي باركنات. زين اسوي باركنات بالضبط. وفي عندي شيء ثاني الحين بنسويه بصير للسيارة اللي فوق. زين وبنشيل سامان حق نبني ولا تفحم. عندي سامان حق هذا. عندي سامان حق ورشة برايا. بس اروح ابني سيارة. باري بيكن بس هو هذا. عندي كل شيء حقه بس يبالي 50 ربر 10 بيكن. خلنا نصير نسوي في سيارة العودة ما غامر. خلنا غامر شوية وداعية قبل التطوير الجديد. بس ابغى شوي شغلات. نصير نشيل لحظة هذا في ربر هني صح؟ ايه بيوقفني على الزاوية. خلنا نشيلنا شوي ربر. ما نبغى وايد نبغى شوي بس. كم يبغى للسيارة؟ 50 50 70 50 اوكي 50. هذا كمبيوترات ودنيا وبيكن يبغى لنا. خلنا نشيل الكمبيوترات زيادة شوي ما عليه. يا سلام شوف المصنع الكمبيوترات الكبار هاي. تخيلوا كل شيء جاهز فوق. والله ممكن نشيل من انتاج هالمصنع نعبي سيارات تحت بعد والله. يعني نخلي مصنع نظيف ومصنع مش نظيف. المهم فهمت الفكرة يعني. زين قلنا نجيب هذا 30 حبة نباهن. قلنا شو نسوي؟ نسوي لنا سيارة.
اسميها الطيار نفاذة، هاي ريحة حياتي والله، ريحة حياتي. انت بسوي انا بس بيكن، بيكن 10 قنبة ولا كم؟ لحظة، 10 هي. انا اسوي لنا 10 بيكن، هذا عندي 10. ايوه ابا، جاس ماسك يباله شي ما اعرفه. نسيج، نسيج من شو نسوي؟ توي سألت نفس السؤال بس ما خطر عبالي انه يصير. ما هلا ما حصلته يمكن؟ نسيج نسيج نسيج. والله في شغلات انت تقولوا لي اياها انا بروحي اضيعها مرات، يكون هني النسيج. شكله هذا شيء جاهز اللي حصله، واحدة من الشغلات مال الاليز. انزين خلينا نحط لنا سيارة. زين لحظة اعبيها بترول اول. زين ونسير بنسير شلنا بترول، كمية بترول، لأن كثير من الوقت يكون عندنا مصيبة. شو معنا بترول يخلص كذا يخلص ذاك. آخر مرة جبت العيد أنا في شو فعليا يوم طاح في الماي، حاولت أغامر في الماي لو تذكرون. في شيء هناك كان، والله لازم نمد له كهرباء. الحين الطريق هني تسكر. انا هاي المصيبة الثانية اللي سويتها النكبة، سكرت الطريق. زين خلي السيارة واقفة هني بما اني سكرت الطريق، بسوي لي طريق في المستقبل. يمكن على الأغلب أطوف السيارة من فوق بعد. كثير نيبلنا كمية بترول ونيبلنا كونكريت. خلنا نرتب. نيبلنا بترول كونكريت ولا 200 بترول على 300. ليش زطي انا؟ زين نبغى شوي كونكريت على اساس ان نبني. كونكريت كان عندنا هني دايما زيادة اللي هو الخرسانة. شوفوا هذا السيستم، ما ادري اذا شفتوه ولا لا، مال الحديد. سويت حديد زيادة وايد، ها كله فل، كل المخازن هاي بس اللي مش فل، باقيات كلهن فل 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 فل. شي فظيع يعني. صبر خلوني احطي حق هذا، حاول التخزين زيادة. هاي لمجرد المتعة. خلنا نشيل 1 2 3 4 5 عم اخذ الكل. سيارة فيها مكان فاضي. شو فيك؟ ما فيك شي فاضي؟ زين وين سيارتي؟ هذه اولي سيارتي. ها شو ها شو حطنا هني؟ تعال سيف البتار. اخر مرة ما كنت عنا سيف البتار، كان عنا هي ودقني هذاك الخايس. كل شيء شال لنا، ليش احطه في السيارة؟ اوكي اذا احتجت اشيل شيء بعد سوي السيارة عندي مكان. يا سلام، اظني تقريبا اذكر الدرب الماضي. هو واحد كل ما يكتشف ترى العالم متشابه، حتى يعني يوم ادخل عند الربع اللي هم يسوونه العالم ما يفرق وايد، عالم واحد تقريبا تقدرون تقولون. اليمين كله انا باني ما في مكان. اهم شيء هاي
تعليقاته اقل من هيج اتصور، لان هاي 6 ويل، هيج 4 ويل، هاي اكبر، هاي اسمها ترك، هاي اسمها ما ادري شو، كل وحده لها اسم. انزين خلنا نسير الدرب القديم ونستكشف. كان في شيء هناك مد بكهرباء، انا يابس امان اني ابني هناك، ابي اعرف شو يعطيني. وكان بعيد يخرب بيته، والله هذا يصرف بترول. ها بس والله ما في حيله. اح والسلام. الطيار الآلي لا يسجل. إذا حصلنا سبايك خضر يا جماعة خلنا نسير النبهم. في وحدة هناك، هاي عذر برا الديبالة. لحظة لحظة، شي لازم نسويه، لأن آخر مرة هذا كان على البترول لو تذكرون. يلا عيد البترول انا لين يرن. هذا هو حصلته، حصلت مكانه. تمس بك الخضراء اللي على اليمين براي عقب. ايوه دوسه. وال ما يموت صح؟ ايه ما يموت. انا اعترض على شيء الصراحه، اللعبه مطورين المفروض يعدلون هالشيء. اشوف احنا كنا جايين هني وغرقنا تحت صح، بس الدرب اللي هنا كان درب طويل صح ولا غلطان انا؟ بس لازم ننزل تحت، ولا ما ظني حتى هناك ترى. ومفروض يطلعوا لنا رادار شيء، تم الموارد 24 ساعة مبينه. هي اظن هاي الشاحنة بتكون ثانية نسير لها كذا. تميت ادعم كل شيء، ما راح اكد خير. والله عودة ما تمشي كل مكان. اوه حصان اكبرها يا حبيبي التطبيل. لحظة خليها اقدر اركب بالعكس، مع ان معظم الحشيش الحين كان ينشل بالسيارة، حتى السيارة كانت تبي لها هربس تقريبا. زين خلنا نشوف وين نقدر نحصل هذا الكلب. هذا كلب الفضائي الكبير، هذا وسخ. قو حاولت انتقم كم مرة منه لكن الأمور ما تنتهي على خير. والله كل مرة الأمور ما تنتهي على خير أبدا. أيوه هني هاي سيارتي. ما في شيء نشد لهني؟ لا خلنا نذبح حيل. تعال السيف البتر. موت. اها اخوك اذبح العائلة الكريمة كلها يا حبيبي. في حد ثاني ثالث انا شفت متأكد. ما في؟ نايس. زين خلنا نسوي ارض لين عند هذا. ابى اشوف هذا لما ادينا له كهرباء شو يستوي. والله حلو ان اللعبة تحس فيها حس المغامرة شوي، بس هذا درب البترول القديم. والله قريب تصدقون. في حد قال لي مد حزام البترول القديم يا رجل، بعيد يا اخي. انزين لازم اصلحه هذا صح؟ تصليح انا عندي هذا، بس اظني بطارية مكسورة، نبى كهرباء صح؟ ما عندي فحم بالغلط. لحظة لا شو بسوي؟ خلنا نشوف فحم قريب.
يا جماعة والله قريب أقدر يمديني أجيب كهرباء من هني بعد، وفي فحم قريب يمديني أروح. لا خلنا أسير بالسيارة لأني مو أضمن المكان وسخ، معظم المكان ملغم واكلها. لحظة، الأموال اللي هنا شليتها أنا. هني ما بيغرق إن شاء الله. أوكي ما. لحظة وايد بسرعة ركبت، وايد بسرعة ركبت. خلنا نسوي حفار، ما هي حفار. لحظة يا الله ما يسوى علينا الفحم والله. عمي لو اسوي محطة بترول واشيلها اخير. لحظة قهرني، لازم يموتون. ها والله لازم يموتون، ادوسهم دوس ياس. لان المكان قريب ما بنحتاج كلها بترول. بسوي حطيه محطة بترول في الوسط هني بما ان عندنا وايد نحن. هذا والله صرت بنتقم الكبار، وهاي المصيبة ما اعرف شو اطور. اظني لازم اطور اسلحة جديدة، مش حصل. لحظة أول شي، هذا أنا أقدر أصلا أمده بكهرباء؟ إيه مده بكهرباء، تعدي على خلو الآخرين. زين حطه هني، زين حطه هني. بنحطي نقدر، أوه نقدر نحط أورجانيك بس ما يبالي، ما يبالي. ها ما نقدر نحطي بعد، نقدر نحط مولد فحم بس نقدر نحط اورجانيك بما ان عندنا. بس شو المشكلة؟ ما عندي هب. اسوي منشار، احس حرام في هذا. شو على حظي اقدر اسوي منشار، نايس. احس حرام في هذا اني اقعد احط فيه محطة كهرباء غالية، ما اعرف ليش نفسيا ما اقدر. هذا الحين نقدر نحط السمان وين في الشنطة مالنا. ادوي هذا انا عندي اسويه اصلا. ايه معناه اقدر احط محطة كهرباء. خلاص نسلم المشروع. ايش اللي اصلا في كل الاحوال؟ ما تفرق وايد. طيب اني حاط هذا حق شو؟ حق الكترة اللي تحت. كل 100. يا سلام. يلا بسم الله. خرس الصلب قم بتحليله. يا سلام حطاني سامونة. احنا المحطة كويس. خلينا نشيل هذا، كل سامونة، كل سامونة وشيلها. بنسير مرة ثانية البيس اذا حصلنا شيء حلو. الارضية هاي خلها برايا، بالعكس افكر اكبرها يعني اغطي البحيرة كامل. انا هني استوت الغدرة اصلا. لحظة عن الغدرة، إذا بغيت أختم مرة ثانية بالسيارة، ترى أرجع. لحظة، نقدر نروح هناك بعد بس ما له داعي. خلنا نشل، ما تستوي الغدرة، شوف المنظر ما أحلاه والله.
ارضيه نخلهم المستقبل نكملهم هذا. يا سلام نرجع البيت. السيارة هاي زين مكانها، الشيء اللي مو بزين ان فيها اغراض وايد. زين بخلي مخزن اذا احتجت بعدين مرحلة من مراحل اغراض في الدرب اقدر ارجع له. شو حطينا هناك محطة بترول، والله حاولت ارجع له ونكبت. بدوسكم بعدني بدوسكم ولا بيموتون. شارع هذا كتش تخفيز. ما حصلنا سبايك خضراء صح؟ لحظة كان في وحدة هني وينها؟ هذه هي ايوه. ما نسيتك تعال. السوالف مهمة والله. حق تزويد كم واحد؟ بس شو المشكلة؟ المشكلة الوحيدة تحليل هاي يبالي 10 دقايق. معناه في سبيكة خضراء انا ما شليت بروح اشيلها. اي ثينك 10 دقايق يمكن. بوب 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 بوب. زين ما انجلبت والله انك مسخرة. عاد هالاشياء توقفك؟ المفروض تشيلها شل والله. انا طالع يمين يسار ما طالع قدامي. شوف اذا في سبايك في الدرب هالسوالف. ايش يخرب بيته بالو عد بترول هذا. وال كم يشرب بترول؟ شرب شرب هذا. ول 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 يا الربع. الربع نبغى اقتراح لعبة جديدة. شوي نبغى اقتراح. خلنا نحط هذا في البحث لحظة. يبالي متخط بترول حق هاي تعبئة بترول. المحطات تعبئة بترول عندنا. لحظة. حطي هاي. الربع. هني. قرص الصلب. بحث. 10 دقايق. شو قلت لكم؟ معظم الشغلات قامت تاخذ 10 دقايق. بس قناع الغاز ابغى اسوي عشان بدخل هالاماكن مش قادر. خلنا نعبي بترول خايس بلوعة هذا. حيث كان في مكان صرته قبل ومت. هنا بصير انتقم. قيادة الشاحنة تقع التاير. ممتاز. عريوس ايوه. حبيب والله. بالنا اسلحة يا جماعة، مسدسات السوالف. اذكر كان في حسب البحث اذا سويت بحث ممكن اطلع مسدس. شكرا. الصبح ما بنجلب واخر شيء ترجل بنجلبته هني. في سبيكة هني. لا 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 ما تسوى. بموت. مستحيل اعيش. يوم بسوي قناع الغاز بجيب النسيج هذا مالهم. بشوف شو السالفة. اظني اذا اسير المناطق الخضراء هاي بتم احصل شو؟ نسيج على طول. كان في منطقة هني. لا طلعتها فوق عقب النفاض. صرت جبت السبيكة. صرت انتقمت بعد. جبته جبته ظني جبته. والله عالم جميل ترى. شوفوا هاي اللي يبغانا نبني فوق. والله فوق في سيارات تحت. يا سلام بيكونوا كلها منتجات جاهزة. اوه نحاس هني. اوه سبيكة تشوفها من كيلو. الحين بشغل سكانر. لحظة عندي سكانر. هاي النبتات ما اعرف شو سالفتهم والله. ما يتضاربون بعد. طيبين. بعد غاز. لا يا جماعة لازم قناع غاز. لازم قناع غاز. ما يصير بدون قناع غاز حق التزويد. اشوف
وقف بريك ساعة ما يوقف. ايوه بطيخ كل السلام. والله فنانة السيارة هاي. نعطيك انا شو في هناك؟ هاي الملتمين اكيد غاز. شو زين اوكي حيوانات فضائية بس تعيشون في غاز ليش؟ انا هل مش فاهم انه ليش عايشين في غاز يعني ما تتنفسون انتو؟ ايه في غاز شوف قرب يبين ولا قنع غاز ودقهم دق هذا الحل الوحيد. انا استكشف اوه واه بطيح طيحة خايسة بعد كانت تكون. اشو مكان انا اطمن انتحر يعني ولا كيف؟ والله شي وايد حديدة هني شي وايد موارد قريبة ترى. ها كله اروم اسوي محطات هني سيارة تمر مكان مكانين تشل السامان تجيبه حق هناك. اسوي تصنيع كامل هني مرة. هذا ما في غاز خلنا نشله. ها بعدنا عند القاعدة ما صرنا مكان يعني. ما يصير نصيد هاي. اظني هاي بتستوي ارك نزلوا لها تحديثات حق الوحوش اتوقع انا والله في ارك رقم واحد. مشكلة تخلي اللعبة تخلي الواحد هاي انا اول ما نزلتها تميت العبها بشكل يعني ما اقدر اوقف العب في الخريطة هني اسجل العب مع الشباب العب مع ما ادري منو. والله الفحم ما سوينا له سالفة مسكين. نقدر ندق هناك بعد التسويت. اوه لحظة 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 لزوم نخبر الشيخ والسالفة خلنا نزود. في غاز هناك بعد شوف الفرق يوم كنا هني نركض الفحم تذكرون ركض كنت ايه عندي سكانر على فكرة بس سيفون ساحب عليه هذا. في بعد فوق بس هاي والله ما اعرف سالفته اسيري باي هاي عند ال مواري الفحم هذا مورد الفحم مورد الاجيال هذا هو اجيال من فحم من هايتي. اوه صفراء هاي نايس. في شيء هني؟ ما تشوف شيء. رأي خلينا نرجع البيت نشوف البحث مالنا شو اخباره. ما في شيء يمين يسار. في وحدة سيدة. نايس. حبتين حبتين ورادين حبتين. خلينا نقفز. نايس. هاي خضراء الخضراء هاي يا سلام ما شليته. فورويل مخاطر هذا من السيارات تسوي فرق. كم واحد عبي بترول ما انتج بترول بروحي اموري طيبة ما اشتري من السوق دائما طيب. هل مبركن الوحش هني ولا سوي باركن ظلة تصدقوا سوي تزويد او ست حبات تزويد بتشوف شو ناقص الحين بنزيد والله ولا اسرع الكمبيوتر والبار صراحة. ها كم باقي لي دقيقتين يعني عندي وقت اسير شو
فوق شو اللي ناقص النتج؟ شو اللي ناقصني؟ شو ما في كهرباء؟ شو مسخر؟ اوف، كيف الساعة 750 واط؟ كيف نزلت الساعة؟ انا نسير اشوف المصنع تهبلوا. كله شغال اوكي، كله شغال اوكي، كله شغال. فحم 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 موجود 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 موجود. لا تقولون انا سويت محطة كهرباء ما شبكته في الشبكة. المشبك هذا هني، وها بعد اظن مش مشبوك صح؟ لا هذا مشبوك. اخترت فيول ليش المش... اوه انا اسف، حقك علي حقك علي حقك علي حبيبي، انا اسف. سويت اعادة تصميم هني ولا سويت لهم سالفة؟ 1050 واط الحين رد فوق الطبيعي، ما نقول شو السالفة. نسيت والله وصل بترول الحين. اوكي بس ما انا عندي تزويد وهذا ينتج بترول. لحظة واحد، كلهم يسوون نفس التزويد يعني. ثلاثة شوفوا ها، مرة تزويد آخر الحين بيرتفع 93 في الدقيقة الواحدة. نايس. شوف كم قام يصرف، ها 216 يصرف، ها كم؟ 50. وال ما كثر قام يصرف، كيف قام يصرف؟ بس لا مش سيئة يعني، وايد زين. النهاية عبي محطاتنا كلها بترول، وأظن بترول بعدها زايد أصلا يعني. سيارة مش قاعد تكفي، شفت السيارة الصغيرة هاي ما بدلتها بالسيارة الأكبر وقاعد تفول بترول كامل. شوفوا كلها الفل فل 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 فل، التدوير عندي فل شغال، عبارة عن مخزن كبير يعني. إذا زاد البترول ولا نقص ما المفروض الإنتاج ما يتأثر عندي ولا التصنيع. لكن هذا الحين قاعد يشفط شوي البترول هني، بعد قاعد يحصل بترول بعد، بس ها ما يصرف اصلا. السيارة قريبة، انا نسير المصنع نسير المصنع. كم بتصرف السيارة؟ رايح راد نفس المشوار. لا والله انها السيارة بالوعة، انا حاط سيارة العودة، ما له داعي والله ما له داعي. خلنا نشوف ننزل البحث النحل لازم نطر الأخيرة هاي. و هنا النزول الدبلوماسي. وال أكمل تحميل الوصفة التي تريدها، وقت الانتاج يزيد عندي في هذا، دي الاطار معياري. لازم نجمع شغلات حق بحث في مسدس مسامير، و شفتوه في البث انتو هناك. والله ما ادري بدك ابجريد شو اكثر شيء ناقصني يعني. هذا البديل سلك حديدي، سلك حديدي نحطيه على تطويره المكافأة اللي تريدها. والله يبالي هاي الاثنين،
ولا هايل كلهم يا سلام. أكيد والله. تعرفون شو؟ أوكي يبالي ديسكات زيادة بس نادي الروح الفضائية هني ولا مو عندنا؟ عندنا 10. ترى شوفوا كل شيء يفتح لنا شيء ترى. كل شيء يفتح شيء. هذا كم يبالي بعد؟ هذا 12 دقيقة. يا أصدقائي هاي بتكون نهاية الحلقة، وأنا آسف جدا آسف لأني مزكم زين وجبت العيد وما أقدر الصراحة أكمل. فنشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة، نبي نشوف اقتراحات أنتم تلعبون شو الألعاب الثانية اللي تشوفونها حلوة. أنا جربت سكراب ميكانيك و ساعدوني شو اسمه؟ نسيت تريل ميكر، ايوه تريل ميكر اسمها حق نبني والسوالف. ف المهم نبغى اقتراحات والسوالف نشوف شو بنسوي لين ينزلون الجماعة باقي اللعبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.